بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا الدرس هو لطلاب الصف الثالث ثانوي مادة الرياضيات، وعنوان الدرس حل المعادلات والمتباينات الأسية 2. قدم لكم الأستاذ هادي غروي وهو من إعداد الأستاذ منصور المانع. سبق وتحدثنا عن حل المعادلات طبعا الأسية، بالإضافة إلى ذلك أخذنا كيفية تكوين معادلة أسية. أما بالنسبة اليوم وفي هذا الدرس تحديدا، ما سندرسه هو أولا الربح المركب، وثانيا حل المتباينات الأسية. إذا هدفين، الهدف الأول الربح المركب، وثانيا حل المتباينات الأسية. صوت واضح عند الجميع؟ ممتاز. طيب، في الربح المركب يوجد له صيغة قياسية وهي A يساوي P، بعدين قوس 1 زائدا R على N، بعدين NT. لاحظوا معي، المتغير المستقل هو T اللي هو الزمن السنوات طبعا، والمتغير التابع هو الـ A اللي هو المبلغ الكلي بعد T سنة. إذا عرفنا الـ A يمثل اللي هو المبلغ الكلي بعد T سنة، T هي الزمن أو الوقت السنوات، الـ P هذه هنا تمثل المبلغ الأصلي الذي تم استثماره أو رأس المال، إذا هو المبلغ الذي بدأنا به. R معدل الربح السنوي المتوقع، يعني مثلا أنا متوقع مثلا معدل الربح السنوي 20%، 7%، 50%، إذا أضعه بشكل كسر 10R. الـ N هي عدد مرات إضافة الربح إلى رأس المال في السنة، يعني مثلا إذا كان الربح هذا أضيف مرتين فالـ N يصير 2. طبعا لاحظوا الـ N فين موجودة؟ موجودة هنا، موجودة هنا في هذا المكان. فلذلك الـ N هي عدد مرات إضافة الأرباح لرأس المال في السنة. كلام جميل، خلنا نأخذ مثال على ذلك. مثال: استثمر حمد مبلغ 25,000 ريال في مشروع تجاري، متوقعا ربحا سنويا نسبته 4.2%. لاحظوا كلمة بالمية، إذا لابد أن نقسم هذا العدد على كم؟ اللي هو 4.2 على 100، بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال كل شهر. إذا كل شهر معناها الآن الأرباح، انتبهوا معي، الأرباح الآن تضاف كل كم؟ كم مرة في السنة إذا تضاف كل شهر؟ هذه مرتين، ممتاز، 12 مرة. كم المبلغ الكلي المتوقع؟ كم المبلغ الكلي المتوقع بعد 15 سنة؟ ولاحظ من قرب إلى أقرب منزلتين عشريتين. أولا سوف نكون اللي هو معطياتنا الأساسية، في اللي هو المبلغ الأساسي اللي هو كم عندنا حنا 25,000 ريال. الآر هي 4.2%، إذا أنا أقسم هذا المقدار على 100، إذا قسمته على 100 الفاصلة تتحرك إلى اليسار كم خانة؟ خانتين، واحدة بعد 4 ثم أضع صفر ثم تحرك مرة ثانية، ويصبح العدد زي ما احنا شايفين هو 42 بالألف. الـ N هي عدد تكرار رأس إضافة الأرباح، وما دام أنها كل شهر إذا معناها الـ N هي 12. أخيرا الـ T اللي هي السنوات تصير 15 سنة، إذا الـ T 15. طيب خلينا نعوض الآن بالأشياء المعطيات في الصيغة القياسية، صيغتنا القياسية. الـ A طبعا هو المطلوب، الـ P اللي هو المبلغ الأساسي 25,000، بعدين من الصيغة الأساسية 1 زائد R، R اللي هو الربح السنوي، وصار 42 بالألف على عدد تكرارات 12، الكل أس N في T، N ب 12 والT ب 15، وأستخدم الآلة الحاسبة وأحسب. في سؤال، في استفسار عن هذا السؤال؟ هل في مشكلة في حساب؟ طبعا هو بيطلع له كم؟ طلع المبلغ اللي هو 46,888، 66 هللة، وأهم شيء 66 هللة، الباقي أمرها بسيط. نكمل الآن بمثال آخر. استثمر علي مبلغ كم؟ 100,000 ريال في مشروع تجاري، توقع الربح السنوي نسبته 12%، بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال كم مرة؟ مرتين شهريا. طيب
كم المبلغ المذكور لي المتوقع بعد 5 سنوات إلى أقرب من 210؟ شو رأيكم؟ كم مرة يتكرر الربح في هذه الحالة؟ إذا أنه يضاف إلى رأس المال مرتين شهريا. معنى الكلام هذا أن الربح أن عدد المرات الإضافة، لاحظوا معايش، أنا الشهر الواحد أو السنة الواحدة عندي 12 شهر، إذا مرتين شهريا، إذا كل شهر مرتين، معناها كم يكون التكرار؟ 24 مرة. طبعا فلذلك نحتاج الأساس، المبلغ الأساس اللي هو 100 ألف، اللي هو R طبعا، اللي هو الربح السنوي 12%، لاحظوا قسمنا ال 12 على 100 صار 12%. ال N كيف صارت 24؟ لأنه مرتين شهريا، والسنة كاملة فيها 12 شهر، إذا سيكون عندنا هنا 24 مرة. التي طبعا هي 5 سنوات، بعد 5 سنوات، ونعوض في الصيغة الأساسية الـ A، طبعا P خلاص صارت 100 ألف، الواحد ثابتة من عند من الصيغة الأساسية، الـ R اللي هو هيكون 12%، الـ N 24، والـ N 24 مرة ثانية، والـ T 5، ونعوض بالقيم الموجودة عندنا، ثم نقارب إلى أقرب منزل 10. إذا واضح أن علي سيكون مبلغ استثماره إن شاء الله بعد 5 سنوات 181,939 ريال و76 هللة. هذا المبلغ الذي سيحصل عليه علي بإذن الله بعد 5 سنوات، لو استثمر 100 ألف بنسبة سنوية ربح سنوي 12%، بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال مرتين شهريا. طيب مثال آخر، استثمر ماجد 50,000 ريال، توقع ربحا سنويا كم؟ 22%، بحيث تضاف إلى رأس المال مرتين شهريا، كم المبلغ الكلي؟ سؤال، البي كم هنا تساوي؟ ايش رأيكم؟ كم يا ترى تساوي البي؟ البي اللي هو المبلغ الأساس كم يساوي؟ اكتبه أنا يعني؟ طيب أنا هكتب البي على، ممتاز، البي ب50,000. طيب الربح السنوي، الربح السنوي كم هيكون؟ إذا جيت بعوض عنه فعليا كم هكتبه؟ الربح السنوي طبعا هو الربح السنوي هنا كم نقول؟ 22% من 100، لابد أقسم هذا المقدار على 100، يعني كذا يصير، لأنه حتى أحول إلى كسر 20، أيوه يصير 2.25%، يعني تقسيم 100 كم يساوي في هذه الحالة إذا حولنا إلى كسر 10؟ لاحظوا الفاصلة تتحرك على اليسار، يعني هنا 5 زي ما هي، وهنا 2، وهنا 2، وحط عاد 0 هنا ما هي مشكلة، وحط هنا 0 بعد زيادة، فين بتكون الآن الفاصلة؟ لاحظوا هنا الفاصلة تحرك خانتين، أول شيء هنا ثم هنا، يعني نحتاج أحط 0 في هذا المكان، إذا معناها تكون بهذا الشكل، هذه هنا كم عندنا؟ 0، تصير 0.0225 اللي هي يمين الـ R. الـ N طبعا، أيوه لاحظ معاي، أيوه الـ N يقول لك مرتين شهريا، يعني في الشهر الواحد كم مرة؟ لا، في الشهر الواحد مرتين، ممتاز. إذا هيكون عندنا بعد اللي هو طبعا معلش هذه شكلها في خطأ بسيط، ولو كانت طبعا مستحيل تكون مرتين شهريا، معناها كم هيكون عندنا هنا؟ 24، وهنحسب على 24، هذه بس في خطأ بسيط. نيجي الآن اللي هو حل المتباينات الأسية. أهم جزئية في المتباينات الأسية هو الأساس اللي فعلا يسبب إشكالية. إذا كان الأساس أكبر من واحد، تمام، اللي يحدد الأكبر والأصغر، الأس الأكبر يعطينا إيش؟ القوة الأكبر. مثال على ذلك، خذ مثلا عندك، يعني خلينا ناخذ أمثلة هنا بس بسيطة، خذ مثلا 5 أس 7، وهنا 5 أس 20، مين أكبر؟ اللي على اليمين ولا على اليسار؟
5 و7 ولا 25؟ يا سلام، ممتاز. إذن هذه ليش؟ إيش السبب؟ لأن الأساس أكبر من واحد. كويس، ممتازين يا أم أيمن، ممتاز يا عبد الرحمن. فلذلك اللي حدد الآن الأس الأكبر هو القوة الأكبر. طيب نيجي الآن للثاني، هذه شو يقول؟ يقول إذا كانت الأي محصورة بين الصفر والواحد، يعني كأنما نقول عدد أقل من واحد، خذ مثلا شكل كسر، مثلا نقول نص، تمام؟ وهنا كان برضو نص، طيب وكانت هنا عندنا 2 أس 5، وهنا النص أس 3، مين أكبر؟ مين أكبر، اللي على اليمين ولا على اليسار؟ كويس عبد الرحمن، ممتاز. السبب ليش؟ هنا هذه الأكبر، القيمة هذه هنا اللي يقول التالي، أن اللي يحدد الأكبر هي والأس الأصغر. مثال أخير عندنا 3، تمام، وهنا 3، هنا السالب 7، وهنا السالب 10. مين أكبر؟ اللي على اليمين اللي على اليسار؟ 3 والسالب 7 ولا 3 والسالب 10؟ طيب عبد الرحمن يقول اللي على اليسار. طيب أم أيمن ايش رأيك؟ عبد الله ايش رأيك؟ صح، ممتاز، فعلا صحيح. اللي يحدد هنا الأكبر هو الأس الأكبر. إذا أيهما أكبر؟ سالب 7 ولا سالب 10؟ والله سالب 7 أكبر. إذا معناها القوة اللي أسها سالب 7 هي الأكبر. ما شاء الله عليكم، معناه فاهمين. إذا ناخذ أمثلة، طلب منا حل هذه المتباينة. طبعا أنا ما أستطيع أن أحل المتباينة مباشرة، إلى أن إيش؟ لابد أول شيء أخلي الأساسات نفسها. إذا لازم أحلل ال 16 ولازم أحلل ال 8. 8 إذا حللناها تصير 2 أس كم؟ إيش رأيكم؟ 2 أس كم؟ 3، ممتاز. وال 16 2 أس كم؟ 16 2 أس كم؟ ما شاء الله، ممتازين. إذا حللنا الثمانية صارت 2 أس 3، حللنا 16 صارت 2 أس 4، ثم بعد ذلك طبعا لاحظوا هنا هنضرب الأربعة في العدد هذا في التعبير، 2 إكس ناقص 3 صارت 8 إكس ناقص 12. طيب الأساسات نفسها، وهي عبارة عن إيش؟ لاحظوا معي هنا، هنا إيش اللي ساير؟ أكبر من الواحد. إذا معناها بكل بساطة القوة اللي هنا تكون أصغر من القوة اللي هنا. إذا 8 أس 8 إكس ناقص 12 هتكون أي، ممتاز. خلاص نشيل الاثنين، نشيل اثنين ونخلي إيش اللي هي المتباينة بنفس الشكل. لماذا؟ لأن اللي شلناه الأساس هنا أكبر من واحد، ونشغل على الأس كأنما متباينة عادية. طبعا هنضيف اللي الطرفين موجب 12، بتروح موجب سالب 12، وهنا بتصير الثلاثة تجمعها مع 12 تطلع 15، ثم تقسم طبعا له الطرفين على 8، ما دام احنا نقسم على عدد موجب اذا ما يتغير شيء في المتباينة، وتصير الاكس اصغر من 15 على 8، وهذه الاجابة، ما فيها اشكالية على بعض. طيب طلب منا حل هذا النوع متباينة، تمام؟ لاحظوا معي هذه 2 جاهزة ما فيها اي مشكلة، اما هذه كم؟ 1 على 32. طبعا لازم اخلي الاساسات زي بعض، لابد. ال32 انا اعرف يعني مفتاح الحل هو هنا عند ال32. ال1 على 32، تمام، ابغى في النهايه اكتبها بالصيغه التاليه، 2 اس ايش عدد، ما هو هذا العدد اللي هنا هيكون؟ ايش رايكم؟ ايش العدد؟ سالب 1، يعني ينفع، بس لاحظ انها 32 هذه، هذه ما هي يعني اللي موجوده عندنا هنا يا عبد الله 2، ما هي 32، ولا السالب 1 هي الفكره الفعليه اللي هنستخدمها. ايش العدد اللي احطه هنا؟ طيب خلينا نشوف ايش الفكره الاساسيه. طبعا لاحظوا معي 1 هنا زي ما هي،
ال 32 لو حللت الى عوامل الاوليه تصير 2 اس كم؟ 2 اس 5. تمام؟ اذا جيت الان جبت مقلوب هذا المقدار، جبت المقلوب يعني رفعت هذا البسط وهذا نزل المقام، فاني بكل بساطه اغير اشاره الاس، الاس هنا كم؟ 5 موجبه. اذا تغير الاشاره سير هنا سالب، ايوه سالب 5 بس، هذه هي. اذا اي طبعا تحللينها قبل ما تقلبيها، او ممكن تقلبيها ثم تحلل، لكن احسن دائما ايش؟ تحليل ثم نقلب، هذا الافضل. اذا لاحظوا معي، هذه زي ما هي 32 تحللت الى 1 على 2 اس 5 صارت 2 اس سالب 5. الاساس اكبر من 1، اذا معناها تبقى اشاره اللي هي المتباينه زي ما هي، واشيل الاس اللي هنا وانزله، واشيل الاس اللي هنا وانزله، واشتغل على قيمه اللي هو الاكس. بنضيف طبعا موجب سالب 2 للطرفين فتصير هذه صفر، وهنا تصير سالب 5 ناقص 2 يعني سالب 7، وهذا هو الحل. اذا الحل الصحيح هو بي. الحل الصحيح بي. طيب سؤال اخر، حل المتباينه التاليه 1 على 9 3 تي زائد 5 أكبر من 1 على 243؟ لا أبدا، بالعكس سهلة جدا. 9 وال243، سؤال 9 ضرب 9 كم يساوي؟ 81 صح؟ طيب خلينا من هذه، حلل التسعة لو عملها الأولية، 9 عبارة عن كم أس كم؟ جيت أبغى أحلل، أنا أبغى أحلل بس هذا المقدار، يعني خلينا نحلله. 9 1 على 9 تصير 1 على كم؟ 3 أس كم؟ يلا يا ميمن، 3 أس هي 3 ضرب 3 يعني كم؟ يعني 3 أس 2، ممتاز. طبعا الكل أس مقدارنا هذا زي ما هو هنا. يهمني الآن تحليل برضو اللي هو 143 إلى عواملها الأولية. طيب تبغون نحللها مع بعض؟ 243 243. أولا، هل 243 تقبل قسمة على 2؟ إجابة نعم ولا لا؟ هل 200؟ لا ما تقبل. طيب هل تقبل قسمة على 3؟ لحظة، أنا أخذ الأعداد الأولية من أصغر شيء، 2 بعدين 3 بعدين 5 بعدين 7 بعدين مين العدد الأول اللي بعد 7؟ 11، وهكذا. 243 يقبل القسمة على 3، كيف نعرف؟ نجمع أرقامه 2 و4 6، 6 و3 9، ما دام يقبل القسمة على 3 نقبل القسمة على 3، ممتاز، نقسمه على 3. ممتاز. طيب 243 قسمها على 3 كم فيها؟ فيها 81. هل ال 81 يقبل القسمة على 3؟ نعم. كم فيها؟ قسم 81 على 3 كم يطلع عندنا الناتج اللي معاه الحاسبة؟ صح 27، ممتاز. إذا 27، 27 تقبل قسمة على 3؟ نعم. فيها كم؟ 9. 9 تقبل قسمة على 3؟ نعم فيها 3. 3 تقبل قسمة على 3؟ أي نعم. وفيها كم؟ الواحد. كم عندنا 3 هنا؟ تكرر 3 كم مرة؟ 5 مرات. إذا تصير هذه 3 أس كم؟ أس 5. وصارت سهلة جدا، صح ولا لا؟ خلينا نشوف. إذا لاحظوا معي، 1 على 3 أس 2، طبعا هنا الواحد ما في مشكلة يصير أس، طلع 2 طلعنا 2 برا، وهنا 1 على 3 أس 5 طلعنا 5 برا برضو. هنضرب الآن 2 في هذا المقدار ونضرب 5 في هذا المقدار، لكن انتبه، ما داخل القوس عدد أكبر ولا أصغر من الواحد؟ الأساس هنا أكبر ولا أصغر من واحد؟ هنا أيوه أصغر. إيش التصرف الآن؟ إذا معناها، معنى الكلام هذا أن الأس اللي هنا إيش بيكون علاقة بالأس الموجود هنا على اليمين؟ مين أكبر، الأس اللي على اليمين اللي على اليسار أو الأس اللي على اليمين؟ الأسس هنا أتكلم، ما أتكلم عن الأساسات. مين هيكون أكبر، اليمين ولا اليسار؟
يسار، ممتاز، يسير هو الأصغر. فلذلك لاحظوا معي، طبعا ضرب هنا، هنا ايش يصير؟ انزل نفس الاس وهنا نفس الاس، بس بما ان ما الاساس اقل من واحد ايش نسوي بالعلامة المتباينة؟ نقلبها، يصير القوة الاكبر هي اللي فيها اس اصغر. فهمنا هذه؟ هنا بس هذا الاختلاف الوحيد بين اللي قبلها بس. سبب ليش؟ لان الاساس اصغر من واحد، هذا السبب. وطبعا هنا نبدا نحلها زي ما نحل اي متباينة عادية. لاحظ بنضيف سالب 5 تي للطرفين، ونضيف ايضا سالب 10 للطرفين. اذا اضفنا سالب 5 تي يصير عندنا هنا سالب 5 تي، واذا اضفنا سالب 10 يصير عندنا هنا سالب 10. 6 تي ناقص تي يصير 1 تي، يعني تي. وسالب 30 ناقص 10 يطلع ناتج سالب 40، اذا تي اصغر من سالب 40. وانتهى، سهلة جدا. مرة ثانية، أهم جزئيتين هنا التالي: أولا التحليل، ثانيا الانتباه أن الأساس أقل من واحد، إذا لازم إيش يسوي بالمتباينة؟ تقلبها بس. طيب سؤال بسيط، أي من الصيغ الآتية تمثل دالة الربح المركبة؟ إيش رأيكم؟ من الصيغ الصحيحة هنا؟ A ولا B ولا C ولا D؟ هذه ما شاء الله يعني ممتازة. أي واحدة هي الصيغة الصحيحة؟ A ولا B ولا C ولا D؟ أم أيمن تقول C، إيش رأيك يا عبد الرحمن؟ برضو C، متفق مع أم أيمن؟ وأنا ما مي مشكلة أبشر. فعلا هي C. اتفقنا إحنا أن اللي هو المبلغ الكلي A، الـ P هو المبلغ الأساسي، R هو الربح، معدل الربح السنوي المتوقع، لأن عدد مرات إضافة الأرباح إلى رأس المال، والتي هي السنوات. سهلة كذا يا عبد الرحمن؟ وأبشر بنعطيك بنجيب لك مثال ونحله مع بعض، تستاهل. كيف نحل أي واحد من هذه وحلها لهذه المتباينة؟ A أو B أو C أو D، إيش رأيكم؟ يلا هذه سهلة جدا. الحل الصحيح هنا مين؟ A B C D، هذه كلكم حضرتوها. خذي وقتك، ما في مشكلة، حلي وننتظر. أبدا لن نغادر هذا السؤال حتى تحلين وتعطينا إجابة، أبشري. وعبد الرحمن اقترح إجابة، لعلها إن شاء الله أن تكون إجابة صحيحة. مرة ثانية، هذا 3 أس إكس أكبر من 9 أس 2. يبدأ دائما الفكرة الأساسية هي التحليل، العدد اللي محلل وجاهز الحمد لله، اللي يحتاج تحليل حللناه. يا سلام، ممتاز، صح فعلا، إجابة صحيحة دي. ممتازين ما شاء الله عليكم، يعطيكم العافية. طيب وش رأيكم في هذا السؤال؟ كم الإجابة الصحيحة؟ A B C D، يلا حلو. تبغوا وقت؟ خذوا وقت برضه. هيا الإجابة الصحيحة وين؟ A أو B أو C أو D. لا ننسى تحليل مهم جدا، كل أساسات متساوية، ننتبه للأساس إذا كان أكبر أو أصغر من واحد، وبناء عليه يتم تحديد أي الأسس هو أكبر. تحتاجون وقت زيادة ولا حل؟ عبد الرحمن يقول سي. ومايمن تقترح علينا أكيد الآن إجابة. طيب نشوف مع بعض الحل. أولا حللنا التسعة، صارت 3 أس 2، رفعنا 2 للأس هنا برا، انضربت ب2 صارت 4. الأساسات هنا أقل من واحد، إذا معناها الإكس تكون أصغر من 4، يعني عكس ليش المتباينة هنا، إذا الإس إكس أصغر من 4، وهي الإجابة الصحيحة سي. ممتاز. ما الذي تعلمناه اليوم؟ فعلا إحنا حلينا معادلات الأسية، كتابة الدالة الأسية، الربح المركب، وحل المتباينات الأسية. طبعا لما اتفقنا مع عبد الرحمن ان احنا نعطيك مثال، صح يا عبد الرحمن؟
وناخذ مثال على ناخذ مثال بسيط وسهل، تمام؟ حق استثمر علي. معانا عبد الرحمن. استثمر علي هذا المبلغ اللي هو 100,000 ريال في مشروع تجاري، متوقع الربح سنوي مقداره 12%. بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال كم مرة؟ مرتين شهريًا. كم المبلغ الكلي المتوقع بعد 5 سنوات إلى أقرب العشر؟ طيب إحنا نعرف عندنا كم حاجة؟ عندنا يعني عشان أقدر أسوي اللي هو صيغة الربح المركب، أحتاج أول شيء أعرف قيمة البي، المبلغ الأساسي هذا واحد. أحتاج برضو أحسب اللي هو إيش الربح السنوي المتوقع اللي سميناه إيش؟ ذكر إيش سميناه؟ آر. أحتاج أيضا إلى شيء اسمه إن، إن اللي هو عدد مرات تكرار الربح في السنة، يعني في السنة الواحدة كم مرة اللي هو إيش يضاف الربح. وأخيرا أحتاج التي اللي هي السنوات، عدد السنوات. ومنها طبعا كلها نطلع اللي هو مين؟ اللي هو المبلغ الكلي وسميناه أي. نبدأ بالبي. إيش رأيك عبد الرحمن؟ البي هنا كم يساوي في السؤال هذا؟ ما عبد الرحمن؟ البي كم؟ سؤال موجه لك تحديدا، البي كم يساوي؟ المبلغ الأساسي واللي بدأ فيه لو كم؟ طبعا 100,000، ما في مشكلة، أنا أساعدك في هذه وأنت عليك الباقي. هذا آخر صفر 100,000. الآر اللي هو إيش؟ الربح السنوي المتوقع. كم الربح السنوي المتوقع هنا؟ يا عبد الرحمن ايوه هنا هو مو 12، هو 12% صح ولا لا؟ يعني 12 على كم؟ 12 على 100. ما دام انه 12 على 100 لو قسمناه بالالحاس بيطلع عندنا ككسر 10 كم يساوي؟ صفر أيوة نعم أحسنت، يصير كذا 0.12% معناها هذه الآر. اتفقنا كذا يا عبد الرحمن؟ خلصنا من هذه الآر. بقي عندنا مين؟ الإن اللي هو كم مرة يضاف الأرباح سنويا. كم مرة نضيف الأرباح سنويا هنا؟ يعني في السنة الواحدة كم تضاف الأرباح بناء على المعطى اللي عندنا؟ ممتاز 24، لأن 24 ما شاء الله عليكم فاهمين. طيب آخر شيء بعد كم سنة يبغاه من السؤال برضو؟ 5. إذا 5، يا سلام. إذا نحسبها ال بي ب 100,000، ال ار ب 12%، ال ان ب 24، ال تي ب 5، وهذا الصيغة الأساسية. أشيل ال بي وأحط بدالها 100,000 والواحد من الأساس، و12% بدل الار، والان 24 و24 بدل الار، والتي 5، وبدل الحاسبه وطلع الناتج. فيها مشكله يا عبد الرحمن؟ جميل جدا، اذا الحمد لله ما دام فيها اشكاليه معناها الدرس واضح جدا. طيب شكرا لكم، شكرا لحضوركم، ولا ننسى ان جميع هذه الدروس مسجله وهذه طرق التواصل مع الموقع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.